مواضيع مثلا اللي هي نكته مثلا تمسرح. احنا في لقاء أيوة. مسرحة النكتة. يا سلام. نكتة عجبتك مثلا ممكن تعملها سيناريو وتمثلها. فهذه من المواضيع اللي يعني. اوكي. اوكي. ابدا. متى اخش عندك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. الله يصلح حالك ويرزقك إن شاء الله. عجبك وضعك؟ راضي على نفسك؟ حقير. لا. صغير. لا. انت شايف كيف عطاك الفلوس ويناظرك برحمة؟ لا. يشوفك ولا شيء، هامش، مالك قيمة. لا لا، انا جامعي، انا عندي شهادة، انا الدنيا وقفت ضدي، بس انا ما احتاج، ما احتاج. انت تضحك على نفسك. لا، قاعد تلعب على نفسك. لا، تلعب على نفسك. انا الدنيا وقفت ضدي، انا كنت اتمنى الوظيفة هذه، ما حصلت، ما حد وقف لي، ما حد اعطاني فرصة. الدنيا لعبت ضدك، الدنيا وقفت ضدك. طيب انت تقدر تحصل فلوس رزق بدون شهادتك الغبية هذه؟ كيف؟ كيف اسوي؟ كيف؟ انا اعلمك الطريقة. انت لازم تعتمد على نفسك، لازم تصنع نفسك، تطلع، توقف على رجولك. شوف، شوف، سهل جدا. شوف لك اي شيء غالي، خذه وروح بيعه واستمتع، استمتع بقيمته وفلوسه. اسرق؟ قصدك اني اسرق؟ لا. خليك على وضعك، وخلي الناس يرحمونك، وخلي الناس يرأفون بحالك، وبعدين خلي مبادئك هذه تأكلك عيش يا ضعيف. بعدين هذه مو سرقة، هذا اعتماد على النفس، هذا شق طريق. ايه، شق طريق هذا. شق طريق بسيطة، ما حد عطاك وجه، ما حد وظفك، شق طريق بداية نجاح، اعتمد على نفسك. شق طريق بداية نجاح، اعتمد على نفسك. شق طريق. يلا، أنا لازم أكون معك.
يلا اعتمد على نفسك، يلا انت لازم تتأكد انه هذا الصح، يلا انت تقدر، يلا تعيد النجاح، اعتمد على نفسك. سلم نفسك. سلم. أنا درست وجبت شهادة وصرت جامعي. أنا ما حد أعطاني الفرصة إني أكسب الرزق. هذا الطريق خاطئ، لكن ما عندي طريق إلا هذا الطريق. أنا برضو درست وتعلمت وحصلت على شهادة، ممكن أنت شهادتك أفضل من شهادتي مليون مرة، بس أنا عملت بالأسباب وقلت كل تأخيرة فيها خيرة، وصلت وخدمت ديني ووطني، وصلت لما وصلت عليه أنا اليوم. والآن أنت مصيرك للعدالة. أوكي. مين قال إن الضعف أو النقص ما يولد قوة؟ إبليس. والله العظيم. ها؟ والله إبليس. طبعاً أنا ما قلت، وليد الزهراني اللي قال. اللي مين اللي قال انه حرام انه الضعف يولد نقص وما يولد قوه؟ انت قلت لي صح؟ ايه. ترى الجمهور في تويتر قالوها، قالوا حرام فريق وليد ناقص وضعيف، فحرام كيف الدرجات؟ فانت قلت لي يقول كذا ابليس. شوفوا شغلكم مع وليد، انا ما قلت. طيب ايش تقولوا؟ انا اقول ان كان عددهم قليل كملوا الناقص. طيب اسمحوا لي عن تقديم الرتب اللي اقدم فيه البرنامج، حقوله بطريقه تسمحوا لي. فريق وليد زهراني والكل يبغاني دائما. ابو محمد، من قال ان النقص العددي يسبب يعني نقص في العمل؟ بالعكس، انا الاحظ كان فيه يعني 20 شخص على المسرح. اي والله، يعني والفكره من اجمل يعني ما رايت. الاداء ايضا، احيانا لجوءهم الى الصمت احيانا يعطينا حوار داخلي قوي. لما وليت بطولوا في البداية عجبتني جدا الصمت. الشيطان عجبتني العقرب على الفنيلة، دليل على الشر والمشاكل، وهذه قد تكون مقصودة أو غير مقصودة. لا مقصودة. الله يعطيك العافية. مقصودة. وأيضا اللبس والإكسسوارات، كل ما في يعني المشهد هذا من أروع ما رأيت يعني الحقيقة. فالنقص صار فيه، اتوقع نقص العدد صار فيه ابداع اكثر يعني. يا سلام. مش عبد المالكي سم. زي ما قلت انا اول يوم قلت لك اثنين، كنا سته وكملنا اثنين وطلعنا شيء حلو. وليد اول حاجه، وليد جميل، وليد زهراني صراحه جميل، كملها اليوم الرجال. احمد الفراج كاركتر وفكره، الثلاثه اقسم بالله حلوين، شو حلو. سلطان الامير كذا، سلطان اقول لك ثلاثه، سلطان وابو زهره و ابو من ابو زهره. حلو، انا ما قلت حلو ابو زهره. طيب وليد الزهراني، احمد الفراج، وليد الزهراني، سلطان الامير، يقولون لي التحكيم النقص يولد قوه، فما بالكم لو فاز اليوم بالدرجات كلها؟ يو اتوقع انت خلص نهايه البرنامج. لا 3000 تتقسم على 3. هذه مين خطوات؟ هذا نصب احتيال. تعالوا. طيب جميلين. نظف المسرح بعد عشان ناخذ النتيجه. طيب الان متعب وابو محمد يجمعون الدرجات ويخرجونا بالنهايه. انا بقرا ايش يقول الجمهور عن اليوم، لانه نهايه كل حلقه انا حقرا لكم ايش يقول الجمهور. بسم الله توكلنا. اول شيء شكرا، ترى انا مؤخر الشكر في الاخير لنور.